بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نرجع نكمل مع بعض كورس الستيل. اتمنى الناس بس تعمل متابعة للقناة، القناة بتاعتنا على اليوتيوب بعنوان انج ابراهيم انور. نعمل سيرش للقناة تلاقي قناة العطلق. القناة دلوقتي ظهرت معانا انج ابراهيم انور. هنفتح بس اللينك بتاع القناة، هتلاقي طبعا عليها شرح الفيديوهات لمادة الستيل. اتمنى بس الناس تعمل سبسكرايب للقناة، ومحدش ينسى بس يفعل علامة الجرس عشان يظهر لك اي فيديو او اي داونلود جديد. طبعا اتكلمنا مع بعض في الفيديوهات اللي فاتت عن اللاي اوت بتاع الفريم، واتكلمنا ازاي نحسب الاحمال اللودز على الفريم سواء كان ديد او لايف او ويند لود او الكرين، واتكلمنا برضه ازاي نحسب المومنت والنورمال والشير. دلوقتي هنكمل مع بعض في تصميم كاميرا الكرين تراك جيردر. تعال نشوف طبعا السيستم بتاعك. قلنا قبل كده اي سيستم بيكون عبارة عن ده الفريم بتاعك او ده المين سيستم بتاعك سواء كان فريم او كان تراس. قلنا بيطلع من العمود، هنا بنجيب كابولي، وهنا بالناحية التانية بيبقى في كابولي. الكابولي ده بنسميه البراكت. البراكت ده بيكون الطول بتاع او طول الكابولي بيكون حوالي 50 سنتي، اللي هو بيكون نص متر. فانت عندك كابولي من هنا، وفي كابولي من هنا، في نص متر من هنا، وفي نص متر من هنا. تمام، انت عندك الكابولي من ناحيتين. ده مثلا لو انت عندك الفريم ده الاسبان بتاعه مثلا 8A، فانا عندي هنا شيل منه نص متر، شيل منه نص متر، يبقى الصافي بتاعك 8A ناقص 1 او ال. لو قلنا ان 8A دي بتساوي ال، يبقى ده ال ناقص 1 متر، اللي هو بعد ما نشيل الكابولي. فقالك ده الصافي بتاع الكاميرا، اللي هي انهي كاميرا بقى؟ قالك الوينش بالنسبة لك بيكون عبارة عن مكون من كذا شيء. زي ما قلنا قبل كده عندك الكاميرا اللي موجودة اللي هي الاسبان بتاعها هو نفس الاسبان بتاع الفريم تقريبا، ده اللي هي بيسموها الكرين بريدج. فالكاميرا دي بالنسبة لك بتتحرك الاتجاه الحركة بتاعها، هتلاقي عامل لك سهم كده معناه انها تتحرك في الاتجاه الطويل. يعني لو انا عندي حاجة في اول المصنع او في اول السيستم بتاعك وعايز انقلها مثلا لحد اخر المصنع، تبقى تتحرك انهي كاميرا؟ تتحرك الكاميرا اللي اسمها الكرين بريدج. لو جيت تبص على الكرين بريدج هتلاقيها بتتحرك من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال، بتتحرك على عجل، في هنا عجل وفي هنا عجل. تمام، العجل ده بالنسبة لك تلاقيها بتتحرك في الناحية الواحدة هنا على عجلتين، ادي 1 2 والناحية التانية برضه على عجلتين. يبقى الكريم بريدج ده بيتحرك في الاتجاه الطويل وبيتحرك على عجلتين في كل ناحية. بعد كده هتلاقي في صندوق صغير فوق كده مكتوب عليه فوق موفينج ترولي او اسمه الترولي، ده بيتحرك في اتجاه اليمين والشمال. لو انت عندك حاجة على اليمين وعايز تجيبها على الشمال او العكس، ده بيحرك لك في اتجاه اليمين واتجاه الشمال. يبقى انت عندك الترولي يمين وشمال. الكرين بريدج ده بيتحرك ايه من اول لاخر المصنع. الترولي طبعا الصندوق الصغير ده بيبقى نازل منه خطاف بسلسله كده، الخطاف بالهوك ده بيبقى وظيفته ان هو بينزل بنعلق فيه الاحمال بتاعتك او الكباستي بتاعتك. تمام، يبقى احنا كده عرفنا نظريه تحمال الكرين او ازاي بيتحرك. تمام، فانا عندي هنا بالنسبه لك هتلاقي طبعا مديك في الشيت قايل لك انت عندك كرين بريدج له وزن مثلا وليكن 4 طن، وزن الترولي طن. وطبعا انت بتعلق هنا الحمل بتاعك اللي هم بيسموه الماكسيمم كاباسيتي، هتلاقيه مديهولك مثلا ب 30 طن او ب 25 طن، او حسب ما اديهولك في الشيت او على حسب ما انت بتصمم مصنع او بتصمم اي حاجه. طبعا لو جينا نبص هنا هتلاقي في السايد فيو زي ما انا قايل لك، انا عندي هنا البراكت ده في فوقه كاميرا. الكاميرا الاي بيم دي بنسميها الكرين تراك جيردر، دي الكاميرا اللي احنا عاوزين نصممها. عشان بس الناس يبقى عندها مشكله ما بين ان الاي بيم دي الكرين تراك جيردر دي اللي انا عايز اصممها. في ناس بتفكر ان احنا بنصمم الكرين اللي هو الوينش بالترولي بالهوك، احنا ما بنصممش الكلام ده. يعني كان شغل ميكانيكا، انت بالنسبه لك انت تيجي تصمم اي مصنع انت بتعمل الكابولي وتسال تشوف ان صاحب المصنع مثلا عايز وينش حمولته كام طن او الماكسيموم كاباسيتي كام طن. انت بتطلب تقول مثلا ناس مصنع بتاع اللوناش، تقول انا عايز مثلا وينش الكباسيتي بتاعته كذا، فهو بيجيب لك الوينش يقوم قايل لك ايه، خلي بالك ان وزن الترولي كذا، الماكسيموم كاباسيتي كذا، وزن الكرين بريدج كذا، زي ما هو هنا مديهم لك دول في الشيت. تعالى جيت تبص على السايد فيو هتلاقي الكاميرا دي اللي قلنا الكرين بريدج بيتحرك فيه للناحيتين على عجلتين. يعني ده هنا كاميرا الكرين، لو انت عندك هنا حمل مثلا تلاقي الحمل بيتوزع على كام عجله؟ على عجلتين. المسافه بين كل عجله والتانيه بنسميها الاي. تعال نشوف بقى كده مع بعض. اول حاجه تصميم كاميرا الكرين جردر دي، احنا لما نيجي نصممها قالك بالنسبه لك لما تيجي تشوف زي ما انت شايف هنا في الصوره، ممكن تكون اما كاميرا سيمبل بيم او ممكن تكون كاميرا مالها كونتينوس بيم. طبعا الاسبان بتاع الكاميرا دي مالها اسبان اس، لان الكاميرا دي مرتكزه على البراكت على الكابول، يبقى كاميرا اسبانها اس، اما سيمبل واما تكون كونتينوس. طبعا التصميم بتاعها اما بنسميها كاميرا بي اف اي او بنسميها قطاع بيلت اب سيكشن. طبعا افضل حال ليك لو انت هتصممها قطاعها اي بي، يفضل انك انت تقلل الفلانجه اللي فوق تكون كبيره واللي تحت تكون صغيره. هنشوف الكلام ده كمان شويه هنشوف ليه. انما لو انا بصممها اي بيم في الغالب بنجيب اي بيم ونحط فوقها سيت شانل.
يبقى انا بالنسبه لي القطاع بتاعك يفضل ان هو ده القطاع بيسموه الايكونوميك. انما لو انت جبت اي بي عاديه زي ما احنا هنشتغل عادي، بس ده مش ايكونوميك. انما الايكونوميك ان يكون الفلانج فوق اكبر من تحت. تمام، اول حاجه تعالى نحسب الاحمال، اللودز على كاميرا الكرين. اول حاجه الاحمال الاساسيه، الديد لود واللايف لود. طب تعالى نشوف الديد لود واللايف لود والاحمال السنويه اللي هي اللاترال شوك. ايه هي اللاترال شوك؟ كنا اتكلمنا عنها، قلنا اسمها الصدمه الجانبيه. رقم واحد الديد لود. الديد لود بالنسبه لك، قال لك انا عايز اصمم الكاميرا دي، هي الكاميرا دي شايله ايه يا جماعه؟ قلنا الكاميرا دي زمانها اس، شايله نفسها. طب نفسها ده بكام؟ جاي قايل له اسيوم وزن الكاميرا ده مثلا في حدود 2 من 10 طن على متر الطول. يبقى اسيوم وزن الكاميرا 2 من 10 طن على المتر الطول، يبقى دي كاميرا سيمبل بيم السبان بتاعها اس، عليها حمل موزع قيمته 2 من 10 طن على متر الطول. اذا كاميرا سيمبل على حمل موزع، احسب المومنت دبليو في ال 8 واحسب الشير دبليو في ال على 2. يبقى ده اول حاجه الديد لود. يبقى كده بالنسبه لنا الديد لود خلصناه. طب اللايف لود، قال لك اللايف لود هي اصلا الكاميرا دي شايله ايه؟ الكاميرا دي بي، قال لك الكاميرا دي والله شايله الترولي بالهوك بالكرين بريدج، مرتكز على عجلتين في كل ناحيه. تمام، يبقى انا اللي انا عايزه لازم احمل الكرين بريدج واجيب منها اكشن هنا واكشن هنا، والاكشن ده يتوزع على كام عجله؟ على عجلتين، والعجلتين دول يدوا لكاميرا الكرين تراك جيردر. طب تعال نشوف الكلام ده. يبقى هاجي اقوم قايل زي ما قلت قبل كده، انا قلت فوق يبقى انت عندك دي كاميرا سيمبل بي. طبعا الكرين بريدج انا مديه لك دي وزن كاميرا، يعني دي السيمبل بيم الكاميرا دي بالنسبه لك هي الكرين بريدج، ودي كاميرا سيمبل بيم. مسبانها قلنا ايه ناقص واحد او 8 ايه ناقص واحد متر، اللي هو نص متر من هنا نص متر من هنا. ماشي، طبعا الكاميرا دي وزنها فين؟ اي كاميرا او اي حاجه وزنها بيأثر في السنتر، يبقى حمل مركز يأثر في السنتر اسمه البي 1 اللي ب 4 طن. تمام، مفيش مشكله. طب انا بالنسبه لي الترولي ده بيتحرك يمين وشمال، يعني ممكن يكون هنا يكون هنا. طب انا عايز اعمل تحميل بيسموها الماكسيمم لود، انا عايز احمل اقصى حموله، يعني احط الترولي ده فين؟ فقال لك الترولي ده بالنسبه لك هو بيتحرك يمين او شمال، بس قال لك خلي بالك الترولي ده اقصى حركه له لليمين او للشمال بتبعد 1 متر عن البراكت. طب ليه 1 متر عن البراكت؟ قال لك والله لان الراجل اللي هو بيحرك الترولي مثلا بيحركه يمين او بيحركه شمال، ممكن ما ياخدش باله الترولي يسيبه يتحرك، يفضل ماشي 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 يعدي يعدي يقوم جاي خابط في العمود. فالمصنع اللي بيصمم الونش بيبقى عامل حسابه في الموضوع ده، فبيبقى بيحط هنا حاجه تصد حركه الترولي سواء يمين او شمال على بعد متر من البراكت. يبقى انا اقصى حموله اقدر احملها ان انا اجيب الترولي، والترولي طبعا لازم يكون متحمل بالماكسيموم كباسيتي مثلا حوالي 30 طن، يعني متحمل باقصى حموله له، اجيب الاثنين دول ناحيه العمود الشمال مثلا او ناحيه العمود اليمين، فيمين وشمال يعني زي ما قلنا كده كرين ليفت وكرين رايت، انا اجيبه ناحيه اليمين قوي او ناحيه الشمال قوي. يبقى انا ناحيه الشمال على بعد 1 متر من الركيزه دي هتحط حمل مركز اللي هو قيمته ايه؟ قيمته ب2 اللي هو وزن الترولي زائد وزن الماكسيموم كاباسيتي. يبقى انا هنا بالنسبه لي دي التحميله بتاعتي، يبقى البي 1 وزن الكرين برنش وده تبع الترولي زائد الماكسيموم كاباسيتي. يبقى انت عندك كاميرا سيمبل بيم زي دي، انت عايز تجيب هنا ايه؟ طبعا زي ما احنا قلنا، لو احنا قلنا قبل كده يبقى احنا جبنا كل الاحمال قريبه ناحيه الشمال، يبقى اكثر اكشن هنا، وهنا هتلاقي في ايه؟ هتلاقي هنا في اقل اكشن. يبقى هنا بالنسبه لك انا عندي هنا الكاميرا دي نقطه ايه ونقطه بي. لو انا خدت المومنت عند البي اجيب الكيو ماكس، طب لو خدت المومنت عند الاي سموشن المومنت عند الاي سو صفر يبقى اجيب الكيو مينيموم. يبقى انت عندك كيو ماكس وعندك كيو مينيموم. قمت انا جاي قايل لك خلي بالك بس الكيو ماكس والكيو مينيموم دي فيها مشكله، هتقوم قايل لي المشكله في ايه؟ هقول لك احنا قلنا من شويه ان انت عندك الونش ده بيتحرك على عجلتين في اليمين وفي الشمال، يعني انت هنا جبت كيو ماكس جبت كيو مينيموم، يبقى اوزع الكيو ماكس على مين؟ على العجلتين دول، اوزع الكيو مينيموم على مين؟ على العجلتين دول. يبقى انت عندك كيو مينيموم على 2 على 2 وكيو ماكسيموم على 2، يعني يتحرك على عجلتين، يبقى انت اصبح الاحمال نص هنا ونص هنا، وقلنا المسافه بين العجله للثانيه حوالي مسافه ايه اللي هي حوالي 2 متر ونص. تمام، يبقى انا هنا اول حاجه ابدا افكر، اقوم جاي قايل الكاميرا دي كده من الناحيه دي كده اسبانها اس صح؟ عليها هنا في هنا حملين اللي هم حمل العجلتين دول، احط الحملين دول فين يدوني اقصى عزم؟ احطهم فين يدوني اقصى شير؟ طبعا السؤال لو انت عندك الكلام ده اكيد اقصى عزم في النص واقصى شير على الطرف. فقمنا جاي قايلين خطوات شغاله كده معاك، اقوم قايل لك اول حاجه ادي القوتين، ادي القوه هنا كيو ماكس على 2، قوه هنا كيو ماكس على 2. المسافه بينهم مسافه اسمها ايه؟ هننصف المسافة ما بين القوتين، يبقى أنا عندي نص A ونص A، حيث إن المنصف ده بالنسبة لك هيعتبر ده المحصلة بتاعة القوتين، هنسميها R. يبقى المحصلة القوتين تبقى نص يمين ونص شمال، إيه على 2 وإيه على 2.
تمام. طب وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ قال لك والله ده المنصف او ده بالنسبه لك دي المحصله. قال لك عشان تجيب اقصى عزم انت محتاج تعرف مكان السنتر لاين بتاع الكاميرا دي. فالسنتر لاين بتاع الكاميرا دي مكانه فين؟ قال لك ننصف المسافه ما بين المحصله واقرب قوه من القوتين للمحصله. طبعا القوتين بيبعدوا نفس المسافه عن المحصله، يبقى هنصف المسافه ما بين المحصله وبين القوه دي. يبقى هنصف مسافه قيمتها قد ايه؟ على 2. يبقى هنا السنتر لاين ده كده اقوم نازل بيه للكاميرا، ابدا ارسم نص الكاميرا يمين وابدا ارسم نص الكاميرا شمال، يبقى اس على 2 يمين واس على 2 شمال من السنتر لاين. فواحد بيقوم قايل لي يا عم الكلام انا مش فاهم منك حاجه، انت بتقول كلام كتير. طب انا خلصت الموضوع يا باشا، ارسم الكاميرا بتاعتك عادي اس بينها اس، حط السنتر لاين بتاعك في النص عادي جدا. طب القوتين اجيبهم ازاي من غير ما اعمل كل الكلام ده؟ قال لك حط السنتر لاين، حطيته ماشي. بعد كده ابعد عن السنتر لاين مسافه قد ايه؟ ربع المسافه، ايه على 4، حط قوه. يبقى ده هنا مسافه الربع. طب الناحيه الثانيه يبقى قد ايه؟ الثلاث ارباع، يبقى من هنا الربع ومن هنا الثلاث ارباع. يبقى حط السنتر لاين في اي مكان في النص تمام، وابعد من الناحيه دي ربع يبقى حط قوه، وابعد من الناحيه الثانيه كام؟ ثلاث ارباع، وحط القوه الثانيه. يبقى دي الحاله اللي بتديك ماكسيمم مومنت في اللايف لود. يبقى انا هنا بالنسبه لي حاطط اقصى عزم. طب السؤال هنا اقصى عزم فين؟ فهمت جاي لك ما اعرفش. طب انت انا جاي لك لو انت عندك كاميرا سيمبل بيم وعندها حمل مركز في النص، اقصى عزم فين؟ ترد تقول عليه اقصى عزم في النص، او بمعنى اصح تحت الحمل المركز اللي في النص. طب هنا بقى انا عندي هنا بالنسبه لك عندك حملين مركزين ومش في النص، اقصى عزم فين؟ تقوم جاي قايل لي طب ما اكيد في حمل من الاثنين قريب للسنتر لاين. قلت لك اه، قمت قايل لي يبقى فعلا يبقى اقصى عزم موجود عند الحمل الاقرب للسنتر لاين. هم قايل لك فعلا الكلام ده صح، يبقى فعلا اقصى عزم موجود اللي عند مين؟ الحمل اللي بيبعد عن السنتر لاين الربع، اللي هو اقرب حمل مركز للسنتر لاين. يبقى هنزل هنا اسمي النقطه دي نقطه كام؟ نقطه سي. يبقى انا عايز اجيب المومنت هنا، ده اقصى عزم. طب عاوز تجيب المومنت هنا يبقى انت لازم تجيب الرياكشن. لو سميت دي ايه وسميت دي بي، لو انا خدت سمشن المومنت عند البي هجيب الرياكشن عند مين؟ عند الاي. يبقى اخد سمشن المومنت عند البي اجيب الرياكشن عند الاي، طلع الرياكشن عند الاي بيساوي الار على الاس في اس على 2 ناقص اي على 4، ده قيمه الرياكشن عند الاي. تمام. طب انا معاك هنا جبت الرياكشن عند الاي، انت عايز تجيب المومنت عند السي، ده اقصى عزم. المومنت عند السي يساوي كام؟ قوه في مسافه. الرياكشن عند الاي في المسافه اللي هي كام؟ مش دي كلها اس على 2 ودي ايه على 4؟ يبقى من السي لحد الاي اس على 2 ناقص اي على 4، يبقى اقصى عزم هيساوي الرياكشن عند الاي في اس على 2 ناقص اي على 4. يبقى انا جاي قايل لك اذا اقصى عزم موجود عندك هيساوي الار رياكشن عند الاي في اس على 2 ناقص اي على 4. تقدر بقى تفك الرياكشن عند الاي اللي هي المعادله دي، تنزل المعادله تضربها في مين؟ في اس على 2 ناقص اي على 4. هتيجي تلاقي ان دي كده دي فيها اس على 2 ناقص اي على 4 اللي هي الرياكشن عند الاي، وانت عندك اقصى عزم فيه برضه اس على 2 ناقص اي على 4. يبقى بالنسبه لك اقصى عزم لو حبيت احول الكلام ده لمعادله تتحفظ يبقى الار رياكشن على الاس تمام في اس على 2 ناقص اي على 4 اس كام؟ اس 2، وده اقصى عزم في اللايف لود. يبقى دي خلاصه ايه؟ لو انا عايز اجيب اقصى عزم في اللايف لود قلنا بالنسبه لك احدد مكان السنتر لاين في نص الكاميرا، ابعد من الناحيه دي الربع وابعد احط قوه اللي هي كيو ماكس على 2، وابعد من الناحيه الثانيه الثلاث ارباع واحط القوه الثانيه اللي هي كيو ماكس على 2. تمام. هو نفس الكلام اجيب المومنت عند السي، طبعا هيبقى اصبح قيمه محفوظه، هيساوي كام؟ الار على الاس في اس على 2 ناقص اي على 4 تربيع. كده جبنا اقصى عزم في اللايف لود، باقي لك انك انت تجيب اقصى شير. طبعا اقصى شير سهل، لو انا قلت لك عندك كاميرا سيمبل بيم وما فيهاش الا حمل مركز واحد، حطها في ايدك اقصى شير، طب ايه اللي حطها في السبورت؟ حطها في السبورت بالظبط. انا هنا عندي ايه؟ حملي عادي، اقوم محرك العجل ده كده، تيجي عجله فوق فوق السبورت بالظبط، والعجله الثانيه على بعد مسافه تحت، مسافه قد ايه؟ مسافه ايه؟ يبقى انا عندي هنا كاميرا سيمبل بيم، الاسبان بتاعها بكام؟ الاسبان بتاعها باس. احط هنا اول حاجه اللي هي كيو ماكس على 2 فوق الركيزه بالظبط، ابعد عنه مسافه ايه واحط القوه الثانيه، يبقى هنا كيو ماكس برضه على 2. يبقى ده كده لو انت عايز تجيب اقصى شير. عايز اجيب اقصى شير هنا، لو سميت دي ايه وسميت دي بي خد لي المومنت عند البي بيساوي صفر، تجيب الكيو لايف لود. او عايز تحفظ المعادله على طول اللي هي بتساوي الفي زائد في في اس ناقص اي على اس، دي بالنسبه لك الكيو لايف لود. عايز تحفظها احفظها، عايز تجيبها ما تسماش المومنت عند النقطه دي تجيب الرياكشن على طول، كده خلصت. يبقى لحد الان احنا حسبنا المومنت والشير نتيجه الديد لود، اللايف لود اول حاجه حملت الكاميرا بتاعتي قلت وزنها طبعا في النص، اجيب الترولي اقصى الشمال هي الماكسيمم كاباسيتي تمام ناحيه الشمال، طبعا بيبعد عن السبورت واحد
متر، تمام؟ ماشي. اجي بعد كده اقوم جاي قايل لك نقطة ايه ديت، نقطة بي، تمام. اخد المومنت عند البي اجيب الكيو ماكس، اخد المومنت عند الاي اجيب الكيو مينيمم. اتفقنا بعد كده ان طبعا الكيو ماكس او الكيو مينيمم بتحرك على عجلتين، يبقى كل عجله تاخد النص، كيو ماكس على 2 كيو ماكس على 2، المسافه بينهم بتساوي الايه، تمام. اجي بعد كده عايز اجيب اقصى عزم، يبقى بقوم جاي قايل لك حط السنتر في اي مكان في النص، ابعد عن السنتر من ناحيه الشمال ايه على 4، وابعد من ناحيه اليمين 3 ارباع الايه، وحط التحميله بتاعتي. اقصى عدد طبعا فين؟ عند الحمل المركز القريب من السنتر اللي هي نقطه سي. يبقى اجيب المومنت عند السي، او ان انا احفظ المعادله دي على طول تجيب لك الام لايف رود. عايز تجيب الشير يبقى حط عجله فوق السبورت، والعجله الثانيه على بعد مسافه ايه. عايز تجيب برضو نفس الكلام، تاخد المومنت على النقطه دي نقطه بي، تجيب الاكشن اللي هو كيو لايف رود، او تحفظ المعادله دي على طول. بعد كده هنتكلم مع بعض عن الامباكت. الامباكت طبعا قلنا قبل كده الامباكت بيمثل 25% من اللايف لود. يعني ايه 25% من اللايف لود؟ يعني انا بالنسبه لي لو انا قلنا قبل كده لو انت منزل سبت من البلكونه واحد بيحط لك كيلو برتقال، فلو حط كيلو في السبت هيبقى وزن انت بتشيل كيلو. طب لو زقل او حدف الكيلو ده زقله لك في السبت، هتلاقي الحبل اللي انت ماسكه ده كده بيتشد، يبقى حصل صدم او حصل امباكت. فاللي حصل، طب الحبل اتشد منك ليه؟ لان الوزن هو دلوقتي مش بيحط لك كيلو، هو لما زقل الكيلو ده بقى حوالي الكيلو وربع، لان الامباكت بيمثل عندنا كام؟ 25% من اللايف لود اللي هو من الكيلو اللي اتزعل. يبقى انا بالنسبه لي الامباكت بيأثر على اللايف لود، يبقى بيمثل ده بيزود اللايف لود حوالي 25%. بعد كده في عندنا حاجه اسمها اللاترال اتشوك. اللاترال اتشوك دي ايه هي؟ قال لك دي الصدمه الجانبيه، ودي بتمثل 10% من اللايف لود. طب 10% من اللايف لود، طب دي ايه اللي بيسببها؟ قال لك والله احنا كنا قلنا قبل كده ان انت عندك كاميرا الكرين دي تتحرك في الاتجاه الطويل، فلو هي ماشيه كده في الاتجاه الطويل والراجل عاوز يفرمل، فلما يبدا يفرمل العجل ده بيبدا تبدا العجل ده يعمل هزه في الاتجاه الافقي، هزه في الاتجاه ده. نفس الكلام لو انت راكب قطر، انت وانت راكب قطر لو مثلا ده قضبان السكه الحديد وده قضيب سكه حديد وبيبقى ماشي فوق عجل القطر، طبعا عجل القطر ما ينفعش يكون قطر العجله هو نفس قطر القضيب بالظبط، لازم يكون العجله اوسع او اكبر من القضبان، بمعنى ان لازم اسيب مسافه عشان العجل يعرف يمشي على الطريق. وانت راكب القطر تلاقي نفسك بتتحرك في الاتجاه الافقي، نتيجه ايه بقى؟ اللي بيعمل القوه اللاترال تشوك او الصدمه الجانبيه وجود مسافه ما بين شفه العجله مع القضيب من الناحيتين، المسافه بين شفه العجله والقضيب من الناحيتين دي بتسبب قوه اسمها اللاترال تشوك او الصدمه الجانبيه، دي بتمثل 10% من اللايف لود. طبعا لو خدت بالك نفس الكلام موجود عندنا، الاي بيم دي اللي هي مين يا جماعه؟ اقصد بيها الكرين تراك جيردر، اللي هي دي الاي بيم، دي الكرين تراك جيردر. طبعا انا كان المفروض اقول لك ان العجل ده ما بيمشيش على الاي بيم ذات نفسها، لا ده احنا بنركب فوق الاي بيم قضبان سكه حديد عادي جدا ويركب فوق العجل، وطبعا نفس السيستم في مسافه بين العجل وبين القضيب، يقوم ده يسبب لك حدوث لاترال شوك يمثل 10% من اللايف رود، تمام. اجي بقى في الاخر ابدا اجمع الديزاين فاليو. يبقى انا اصبح عندي هنا في مومنت ام اكس نتيجه مين؟ الاحمال الرأسيه، وفي كيو واي نتيجه الاحمال الرأسيه. يبقى ام اكس هيساوي ام ديد لود زائد ام لايف لود في كام؟ في 1/4 اللي هو الامباكت، وكيو واي كيو ديد لود زائد كيو لايف لود في الامباكت اللي هو 1/4. بينما الحمل في اتجاه اكس، الاحمال الافقيه اللي هي لاترال تشوك احمال افقيه في اتجاه اكس دي بتعمل لك حمل في مين؟ حمل في اكس، هيديك عزم في واي ويديك شف في اكس. يبقى الام واي والكيو اكس هتساوي كام؟ 10% من اللايف لود سواء كان مومنت او كان شير. يبقى كده جمعنا الديزاين فاليو. يبقى لحد الان كل اللي كنا بنحسب في الديزاين فاليو بتاعت الكرين، كان لازم نفهم السيستم بتاع الكرين ماشي ازاي. بعد كده نبدا ستيبس اوف ديزاين، خطوات التصميم. خطوات التصميم بتاعتها سهله جدا زيها زي البرلين، يعني خطوات التصميم بتاعت ديز نفس البرلين بالظبط. فهمت جاي قايل لك ستيبس اوف ديزاين، اول حاجه ستيفنس كونديشن. يبقى قمت جاي لك الاتش ويب ما تقلش عن كام؟ لزبان على 20، ده بالنسبه للكرين. تاني حاجه ستريس كونديشن، انت بتصمم قطاع عليه ام اكس وعليه ام واي، يبقى حاجه عليها ام اكس وام واي، يبقى عندك المعادله ستريس كونديشن زي ما خدنا قبل كده، يبقى ام اكس على الزد اكس اف بيندنج اكس زائد ام واي على الزد واي فلانج. هقول لك يعني ايه زد واي فلانج كمان شويه، في الاف بيندنج واي. الكلام ده لا يزيد عن 1 و2. واحد يقول لي ايه اللي 1 و2؟ يعني انا كيس بي. طب انت ليه بتقول انها كيس بي؟ كيس بي لان انا عندي هنا في عندك ام اكس ده جاي نتيجه الاحمال الرأسيه،
وفي عندك ام واي جاي نتيجه اللاترال تشوك. ولو انت فاكر لما كنا بنصنف الاحمال البرايمري والاحمال السكندري، كنت بقول لك الاحمال السكندري هي الويند لود، وضفت لك عليها كمان مين؟ اللاترال تشوك. يبقى انت عندك هنا اللاترال تشوك او الام واي ده جاي نتيجه حمل ثانوي، يبقى المفروض ما يزيدش عن كيس بي اللي هي ما يزيدش عن كام؟ يبقى الام واي ده جاي نتيجه حمل ثانوي، يعني المفروض ان انا هنا شغال طالما في ام واي يبقى مساله كيس بي يبقى لا يزيد عن كام يا جماعه؟ عن 1.2. تمام، ادي المعادله بتاعتك ام اكس على زد اكس اف بيندنج اكس ام واي على زد واي فلانج. طب ليه زد واي فلانج؟ قمت جاي قايل لك اهو، بص فوق، مش دي الاي بيم؟ دي الفلانج اللي فوق ودي الفلانج اللي تحت. الصدمه اللي بتحصل نتيجه اللاترال تشوك، الخبطه دي بتاثر في انهي فلانج، اللي فوق ولا اللي تحت؟ قوم جاي إيه؟ لا، الفلانج اللي فوق. علشان كده لو انت فاكر في اول ما اشتغلت قلت لك يفضل القطاع الايكونوميك بتاعك يكون الفلانج اللي فوق كبيره واللي تحت صغيره، او تجيب فلانج اللي فوق واللي تحت يكونوا قد بعض، بس تحط سيت شانل فوق عشان تكبر الفلانج اللي فوق، تكبر القطاع بتاع الفلانج اللي فوق. طبعا ده ليه؟ عشان حوار اللاترال تشوك. يبقى اللاترال تشوك ده بيأثر في الفلانجة اللي فوق بس. يبقى هنا لما انا جيت اخد في المعادله قمت جاي لك، طب ما الام واي ده جاي نتيجه حمل ثانوي اسمه اللاترال تشوك، واللاترال تشوك ده بيأثر في انهي فلانج؟ الفلانج اللي فوق. قمت جاي لك دي ما تاخدش الزد واي بتاعت القطاع كله، لا خد الزد واي بتاعت الفلانج اللي فوق بس، لان دي اللي هتشيل الام واي في الاف بيندنج واي ولا يزيد عن 1.2، قلنا لانها كيس بي عشان في احمال ثانويه. طبعا نفس الكلام لو انت بتصمم سمبل بيم يبقى اضرب في كام؟ في 1. لو بصمم كونتينوس بيم اضرب في كام؟ 8 من 10. نفس تصميم البرلين، كونتينوس 8 من 10 سمبل يبقى ب 1. الام اكس معلوم والام واي معلوم، تمام. طب الزد اكس والزد واي فلانج؟ قال لك والله الزد اكس مجاهيل والزد واي فلانج مجاهيل. طب اقدر قايل له اسيوم، هفرض ان القطاع بتاعي كومباكت وسبورتد. هنتكلم بعدين في موضوع السبورتد، انا اعرف معناه ايه. سبورتد معناه ان هو ممسوك، بس بالنسبه لي كومباكت وسبورت دي معناها ان الاف بيندنج اكس زي ما انت كنت حافظ هتساوي كام؟ 64% الاف فيلد. يبقى 64% الاف فيلد اللي هي الاف فيلد عندك بكام؟ احنا طبعا شغالين في ثالثه اعدادي بستيل 37، ستيل 37 دي معناها ان الاف فيلد بتساوي 2.4، يبقى الاف بيندنج اكس بتساوي 1.54. طب اف بيندنج واي بتساوي 72% الاف فيلد، يبقى تطلع دي 1.73، يبقى معاك المقام اف بيندنج اكس اف بيندنج واي. طب زد اكس وزد واي مجاهيل، كنا بنعمل الترم الاول بنفرض واحده بدلاله الثانيه، قمت جاي قايل له اسيوم ان الزد اكس بتساوي 4 زد واي على اساس احنا هنصمم قطعه بي اف اي. طب انا جاي قايل لي يا عم انا ما عنديش زد واي، انا عندي حاجه اسمها زد واي فلانج، لان انا عندي ده بيأثر في الفلانج اللي فوق. طب الانرشيا او الزد واي بتاعه الفلانج اللي فوق دي بكام؟ قمت جاي قايل لك تقريبا الزد واي فلانج اللي فوق دي بتساوي نص زد واي، يعني بتساوي زد واي على كام يا جماعه؟ هتلاقيها بتساوي زد واي على 2، يبقى هتساوي زد واي على 2، يعني زد واي بيساوي 2 زد واي فلانج. يعني الزد اكس هتساوي كام؟ يبقى الزد اكس هتساوي 8 زد واي فلانج. يبقى انا اقدر اشيل هنا الزد اكس، تمام، واكتب زد واي فلانج، او اشيل الزد واي فلانج واقعد على كام؟ بزد اكس على 8. يبقى دي المعادله النهائيه ام اكس. طبعا قلنا اي عزم عندك تضربه في 100 عشان تحول من متر لسنتي، على الزد اكس في 64 من الاف فيلد زائد ام واي اضرب في 100 عشان احول للسنتي، على كام بقى هنا؟ زد اكس على 8 لان دي زد واي فلانج، في 72% الاف فيلد، الكلام ده لا يزيد عن 1.2. يبقى انت اصبح هنا عندك معادله في كام مجهول؟ معادله في مجهول واحد اللي هو الزد اكس. اعوض اجيب من هنا الزد اكس، تخش طبعا القطاع زي ما قلنا قبل كده، تخش بزد اكس تجيب الايه؟ البي اف اي بتاعتك وتطلع خلاص القطاع. يبقى لحد الان الكلام ده عادي. بس ما تنساش دي المعادله النهائيه طبعا، وما تنساش ان هنا الزد واي فلانج بتساوي زد اكس على 8، ده اسيوم، عشان لما اجي اعمل التشيك هتلاقي كلام تاني، ده اسيوم. تمام، طلعنا القطاع. بعد كده التشيك اللي بعد كده اسمه تشيك على ايه؟ تشيك اوف لوكال باكلينج. طبعا تشيك على لوكال باكلينج زي ما احنا قلنا قبل كده القطاع بتاعك في جميع الحالات كومباكت، يبقى هعمل تشيك على مين؟ عندك الويب وعندك الفلانج. نفتكر مع بعض تاني، الترم الاول كنا احنا بنقول في البرلين دي اي بيم، الاي بيم دي بتاعتك لها ارتفاع اسمه اتش ويب ولها عرض اسمه البي فلانج. طبعا كنا بنسمي الجزء اللي فوق ده فلانج وده فلانج وده ويب، واللي في النص ده كنا بنسميه ويب، تمام. يبقى انا عندي الارتفاع اتش ويب والعرض بي فلانج والسمك ده تي اف يعني تي فلانج، ودي بنسميها تي ويب. اول حاجه هنعمل تشيك على الويب، اللوكال باكلينج بقى انا عايز اقول لك اقسم طول الحاجه على سمكها، فانا عايز اقسم طول الويب على السمك بتاعه.
واقسم طول الفلانج على السمك بتاعه. فقال لك الويب مش دي الاتش ويب؟ قال لك اه. طب الجزء اللي ممكن يحصل له لوكال باكلينج مش الاتش ويب؟ لا، الجزء اللي هو ده اسمه الدي ويب. طب الدي ويب دي بكام؟ قال لك هتساوي اتش ويب ناقص تي فلانج ناقص تي فلانج، وعندك الدوران ده السمك بيكون كبير مستحيل يحصل فيه باكلينج، يبقى هطرح منه ده واطرح الدوران اللي فوق. طب الدوران ده بكام؟ في حدود تي فلانج، يبقى اتش ويب ناقص واحد اتنين تلاتة، يبقى ناقص اربعة تي فلانج. جيت الدي ويب، يبقى الدي ويب الدي ويب بتساوي اتش ويب ناقص اربعة تي فلانج. يبقى اقسم الطول اللي هو الدي ويب على السمك اللي هو التي ويب، يبقى الدي ويب على التي ويب لا يزيد عن 127 على جذر الاف فيلد. طبعا دي جايبينها من الكود، يبقى ال 127 على جذر الاف فيلد على بعض يديك حوالي 82 وانت مغمض، اذا الويب از كومباكت. تاني حاجه هعمل تشيك على الفلانج، طبعا دي كلها بالنسبه لك دي البي فلانج، يبقى طبعا لو لاحظت ان حوالين محور الراي الشكل متماثل، يبقى لو انا جيت اقسم دي انا عايز الحته دي كده بنسميها السي. السي دي بكام؟ خدناها قبل كده قلنا السي هتساوي الطول ده كله بي فلانج، يبقى من هنا هنا بي فلانج. مطروح منها السمك ده سمك الويب، يبقى مطروح منها التي ويب ناقص تي فلانج يمين وتي فلانج شمال، يبقى ناقص 2 تي فلانج. يبقى هنا لحد الان يبقى انا جبت الحته دي والحته دي اقسم على 2 عشان اجيب السي، يبقى السي هتساوي بي فلانج ناقص تي ويب ناقص 2 تي فلانج على 2، جبت السي. يبقى هنا ده الطول السمك، يبقى السمك يبقى السي على تي فلانج، يبقى سي على تي فلانج لا يزيد عن كام؟ 16.9 على جذر الاف فيلد. يبقى اقوم جاي قايل لك اذا كمان الفلانج طلع كومباكت، يبقى دايما الويب هيطلع كومباكت ودايما الفلانج هيطلع كومباكت، يبقى اذا دايما القطاع ماله كومباكت. يبقى هنا عملت تشيك على اللوكال باكلينج. التشيك الرابع اللي بعد كده تشيك على الاسترس، اخد نفس المعادله دي، المعادله دي بالظبط اقوم جاي واخدها بالنسبه لي اقوم جاي معوض فيها، بس طبعا بقى بكمل الجدول. بس طبعا انا قلت لك من شويه زد واي فلانج كانت فوق زد اكس على 8، هنا كان اسيوم، انما قيمتها الحقيقيه بتساوي كام؟ زد واي على 2 يعني نص الزد واي، يعني اجيب من الجدول زد اكس اعوض بدي بزد اكس بتاعت الجدول واعوض بدي بايه؟ بزد واي على 2 من الجدول. يبقى التشيك الخامس تشيك على الشيف، ابص على المساله انا عندي كيو اكس ولا كيو واي مش عارف، فبس اه ده في كيو اكس وفي كيو واي. طبعا كنا قلنا قبل كده ان الشيف في اتجاه واي بيأثر على الموازي له، طب مين الموازي للشيف اللي في اتجاه واي؟ قال لك الويب. يبقى تشير بيأثر على الموازي له، يبقى كيو واي على اتش ويب في تي ويب لا يزيد عن كام؟ 35% الاف فيلد، اللي هي لو جت تعوض الاف فيلد ب 2 و 4 هتلاقيها ب 84%. طب والشيف اتجاه اكس؟ مش ده شيف اتجاه اكس؟ ده بيأثر على الموازي له، مين الموازي له؟ في فلانج فوق وفي فلانج تحت، يبقى عندك فلانج فوق وفلانج تحت، يعني عندي المفروض 2 بفلانج دي فلانج. قال لك لا الكلام ده غلط، لان كيو اكس دي اصلا ايه اللي مين اللي سببها او مين اللي وجدها اصلا؟ اللي وجدها اللاترال شوك، واللاترال شوك زي ما انا من شويه قلت لك من شويه هو بيخبط في الفلانج اللي فوق، ما بيخبطش في الفلانجتين مع بعض. يعني لما اجي اقول لك الكيو اكس وما ايه اللي بيأثر على البي فلانج في التي فلانج العلويه اللي فوق ملوش دعوه باللي تحت. يبقى دي بالنسبه لك الكيو اكس هتساوي 1.5 كيو اكس على بي فلانج في تي فلانج اللي هي بتأثر في الفلانج اللي فوق لا يزيد برضه عن كام؟ 35% الاف فيلد. يبقى ده تشيك على الشيف. اخر تشيك، التشيك اللي احنا كنا عارفينه قبل كده، تشيك على الديفليكشن. يبقى الدلتا اكشن هتساوي 5 في الدبليو لايف فلوت في الليزبان اس 4 معاك الليزبان طبعا على 384 في الاي، طبعا الاي ثابته ب 2100 في الاي اكس هجيبها من الجدول لا يزيد عن كام؟ الليزبان على 800. طب عايز تجيب الدبليو لايف فلوت، طبعا دي دبليو واي لايف فلوت حمل في واي، يبقى بيعمل ايه يا جماعه؟ مومنت في اكس، يبقى جيب المومنت ام لايف فلوت مش معلوم، ودي كام سمبل بي يعني العزم بكام؟ دبليو في ال تربيع 8، يبقى العزم انا عارفه ودبليو ال تربيع 8 ال انا عارفها اللي هي الاس، هجيب هنا طبعا دبليو لايف رود اعبى في المعادله. طبعا التصميم ده لو كانت الكاميرا بتاعتك سمبل بي، طب لو كانت الكاميرا كونتينوس بي يبقى نفس الكلام ده كله، بس اللي تشيك على الاستريس بدل ما اضرب في واحد اضرب في 8 من 10 ويزيد معايا تشيكين. اول حاجه تشيك اوف فيرست بانل، تشيك على الباكيه الاولى، تشيك على الفيرست بانل ده بيبقى نفس المعادله بتاعت التشيك على الاستريس، بس بدل 8 من 10 هضرب في 9 من 10 لا يزيد عن كام؟ عن 1.2. يبقى ده تشيك اوف فيرست بانل. تمام. طبعا لو انت فاكر ليه كده في 9 من 10 كنا قلنا قبل كده لو انت عندك كاميرا كونتينوس بيم بنفس الشكل ده كده باكيتين او ثلاث باكيات العزم بيكون ماشي بالشكل ده كده. طبعا العزم في اول باكيه اللي هي الفيرست بانل العزم طبعا بكام؟ ب 9 من 10. يبقى اول باكيه واخر باكيه اللي هتلاقي العزم ب 9 من 10، بينما الباكيات اللي جوه كلها العزم بكام؟ العزم ب 8 من 10. يبقى انا بالنسبه لي عندك تشيك على الفيرست بانل العزم اللي عندك ده بيساوي 9 من 10، فضربت المعادله في 9 من 10.
اخر تشيك عندك قال لك والله دي الكاميرا دي كونتينوس، فده شكل العزم بتاعها. طبعا اول باكيه العزم واخر باكيه العزم 9 من 10 الام نوت، جميع الباكيات اللي في النص ثانيه من 10 العزم السالب كله ب 75% الام نوت. قلت له ماشي، لو جيت ارسم لك الشير يبقى هتلاقي الشير بالشكل ده. فاهم؟ جاي قايل لك النقطه دي عندها يا جماعه زيرو مومنت ماكسيمم شير، طب دي عندها ماكسيمم مومنت، دي عندها ايه؟ زيرو شير. يبقى عندي وجود اقصى عزم لا يوجد شير، وعندي وجود اقصى شير لا يوجد مومنت. طب تعال بص عند النقطه اللي عند السبورت دي هتلاقي فيها ايه؟ عند النقطه دي هتلاقي فيه عزم له قيمه وفي شير، فبينتج معاك تشيك اوف ايكويفالنت ستريس. فتشيك على ايكويفالنت اللي هو الجذب التربيعي، الاف بيندنج اللي هو العزم نتيجه البيندنج زائد 3 في كيو تربيع لا يزيد عن 1.1 الاف بيندنج اكس. طبعا الكيو سهله انت لسه كده من شويه اللي هي كيو واي على اتش اوف تي ويب. طب الاف بيندنج هي نفس معادله الاسترس، بس بدل ما هي موجوده في 8 من 10 في 9 من 10 في كام؟ في 75%. طبعا انا بجيب الاف بيندنج فدي ودي طلعت بره اليساوي، يبقى الاف بيندنج هتساوي 75% ام اكس على الزد اكس زائد ام واي على الزد واي. يعني عارف المعادله طبعا التشيكين دول بيزيدوا لو كانت الكاميرا بتاعتك مالها كونتينوس بيه.